شكرا لكم اخبار فجر. حنا جينا اليوم لتاسيس واحد المكتب فيدرالي بمدينه القنيطره، باغيين واحد الاصلاح شامل يكون ما بين الاخوان السائقين، وكنت يعني كنتمنى اننا نتوحدوا ونتوفقوا بما فيه الخير للقطاع كامل. كان يعني كنشكر الاخوان هذين اللي كانوا جاو حاضرين علينا اليوم وساندونا، وكنشكر جميع الاخوان السائقين كاملين يعني الصف الثاني الدرجه الاولى، وشكرا. اول حاجه بغينا نعرفوا التجمع اليوم ديال السيارات الجا، شكون تطلبات ديالكم؟ احنا اليوم جينا كنأسسوا واحد المكتب فيدرالي بمدينه القنيطره باش ننور الاخوان ديالنا السائقين، يلتحقوا بنا مرحبا بهم، ما كاين حتى شي مشكل. فهاد تاسيس المكتب ديال الفيدراليه هو غيكون عنده ان شاء الله واحد القوه، وربما نحيدوا داك الشوائب ونحيدوا داك يعني المشاكل اللي كيعيشها القطاع على مستوى الصنف الثاني بمدينه القنيطره. معكم مصطفى حميمدي المعروف في مدينه القنيطره صاحب المكتب. كما كتشوفوا حنا كنقدروا الاخوان ديالنا اللي كيسوا واحد المكتب اللي هو كيمثل السيارات الجرس الثاني مدينه القنيطره، اللي تابع للحضاره الوطنيه المستقله للسيارات الطريق، والهدف ديالنا هو اصلاح القطاع وتماشيا مع نزول قرار العاملي اخيرا، وكذلك الدوريه الوزاريه 444 اللي جات كتصب في المصلحه ديال القطاع وتنقيه القطاع من واحد مجموعه من الشوائب والاختلالات ومحاربه الفساد كذلك ومحاربه الدخلاء على القطاع. وواحد القضيه اخرى كنركز عليها، ما يهمنا وهو الزبون المواطن، خصنا نقدموا له واحد الخدمه ذات جوده عاليه باش الزبون الوقت اللي يطلع للمركبه ديال سياره الاجره يلقى واحد السائق مهني عنده اعتماد، عنده رخصه ثقه، عنده البطاقه المهنيه، يعني سائق مهني حر 100%. لان القطاع كما كتعرفوا شملت واحد المجموعه من الاختلالات، ولا سيما مع الزبائن اللي اصبح واحد التضارب كبير، واحد الجدال كبير بين السائق ديال سياره الاجره ولا سيما الصنف الثاني وبين الزبون. ولهذا حنا كنصفقوا لاي قبعه، اي مناضل، اي مصلح حنا معاه، وكذلك مع الضوابط التي تسن على سياره الاجره وطبقا للظاهر المنظم القطاع 1263، وكذلك تنزيلا للدوريه 440 و 336 اللي جاءت بها الداخليه، واللي الحمد لله راها في طور الانجاز وطور التفعيل متماشيا محليا مع المسوده ديال القرار العاملي اللي جات كأداة تنظيف للقطاع. يعني هناك واحد المجموعه من الامتيازات من الجزايا اللي كنشكروا السلطات عليها، وكنشكروا بالمناسبه الاخوان المناضلين الطماحين للتغيير والاصلاح ومحاربي الفساد، حنا معاهم كيفما كانت الرايه ديالهم او اللواء ديالهم، ما يهمنا وهو اصلاح منظومه سياره الاجره ولا سيما هنا مدينه القنيطره، وكذلك اسطر باللون الاحمر على سياره الاجره الصنف الثاني مدينه القنيطره. يعني الحمد لله جات واحد المجموعه من الاصلاحات، صغير تفعل على ارض الواقع ويكونوا الناس المناضلين الممثلين للقطاع يكونوا في مستوى، وانا اركز على المستوى، لان الحمد لله ظهرت واحد النشاه وواحد الفئه عريضه من السائقين المهنيين، عندهم كفاءات، عندهم مستوى تعليمي تبارك الله مزيان، هادو هما اللي بغيناهم يكونوا كيمثلوا القطاع، وكفانا من العشوائيه، وكفانا من العبثيه ومن الريع ومن الفساد. والحمد لله حنا في 2022 وهي جميع القرارات الحكوميه او المحليه هنا على مستوى مدينه القنيطره، يعني القرارات العامليه الاخيره اللي جات كلها كتصب في مصلحه ديال السائق المهنيين، وكذلك مصلحه ديال الزبناء المواطنين اللي حنا كما قلت بغينا نقدموا لهم احسن خدمه، وكيجيو الحمد لله عندنا ضيوف من مدن اخرى، وبغينا تكون واحد الصوره تبارك الله في الابهى ديالها وتكون جميله، ويكون السائق المهني ديال سياره الاجره الصنف الثاني كيمثل المدينه، لان سياره الاجره الصنف الثاني هي مراه المدينه، ويكون واحد الخدمه جيده، ويكون واحد التفاهم كذلك بين المهنيين والارتباط بالضوابط، وكفانا من العشوائيه وبالتوفيق.